اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن ماهر؟ اهلا يا اسلام، حضرتك ايه؟ وحشني حبيبي والف سلام عليك. الله يسلمك. والله الحمد لله افتقدناك احنا النهارده. ربنا يخليك يا كابتن. الف سلام عليك حبيبي. الف سلام. هؤلاء الاساطير والعمالقه الحقيقه في عالم كره القدم المصريه او النادي الاهلي الحقيقه، واعتقد كانت يعني زياره ومفاجاه رائعه. بص اسلام، عايز اقول لك ان احنا في جيلنا بالذات الاعداد دي كانت كثيره. يعني كانت عند كابتن محمود الخطيب، هو اللي بداها، وثم مختار، وفضلنا ماشيين بهذا النهج كده فترات طويله، اكتر من 40 سنه اهو مع بعض. التواصل ده وكابتن خطيب دايما على ما شاء الله، وشطه كمان بصراحه، كابتن شطه. وبعدين الفتره ديت احمد شوبير، كابتن شوبير. بصراحه يعني، فاحنا كنا قبلها باسبوعين موجودين في النادي الاهلي قبل الزياره دي. قبل الزياره دي اوكي، واتفقنا مع كابتن شوبير وكابتن شطه ان احنا نتجمع ان شاء الله ونعمل مفاجاه لكابتن خطيب في التجمع الخامس. فكره رائعه يا كابتن. والله برافو عليكم يعني. بصراحه فكره رائعه، لانه عايزين تروحوا تشوفوا التجمع. وانت كنت بتحكي لي لسه بتقول لي ده التجمع ده حاجه كده فوق الخيال. يعني صرح اسلام، صرح جميل منظم بشكل على اعلى مستوى. يعني احنا لو اتكلمنا على الجزيره، فالجزيره يعني يا عيني محكوم. صحيح. مدينه نصر كانت لسه بقى يعني بدايه مشروع جديد. الشيخ زايد نفس الكلام، لكن ده كل الرسومات اللي اتعملت، كابتن كمان كان بيشرح لنا النهارده. كل الرسومات اللي اتعملت يا اسلام في هذا الصرح الجميل اتعملت على اعلى مستوى. كل حته متخصصه بذاتها، يعني الباركن بالملاعب بالجانب الاجتماعي، يعني كل العاب موجوده في التجمع الخامس مستقله بذاتها. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي اتعملت بشكل كبير. عايز اقول لك النهارده كمان الكوكبه اسلام اللي كانت موجوده، نجوم مصر طبعا، كل المجموعه لعبوا مع بعض، حتى الصغيرين مننا لحقونا. فعايز اقول لك التواصل النهارده كان جميل جدا جدا. وعايز اقول لك ان احنا كنا بنحلم، وكنا بنحلم مع كابتن محمود الخطيب بصراحه، ان احنا عندنا كذا فرع للنادي الاهلي. النهارده اتحقق الحلم، واحنا عايشين الحمد لله، ربنا يدينا الصحه. انا اديكوا الصحه. فضل لنا حلم واحد بس اسلام ان شاء الله، هو كنا كلمناه النهارده في القعده، وقلنا احنا محتاجين الاستاد بقى يا كابتن. الحلم اللي انت بتحلم استاد النادي الاهلي ده، الحلم الكبير يعني اللي هو بيحلم بيه. يعني ان شاء الله قريب هيبقى في اخبار جيده. اتفضل يا كابتن. ده الحلم الكبير اللي هو بيحلم بيه يا اسلام، واحنا كمان. طبعا. وعايز اقول لك ان ربنا يدي الصحه كل المجموعه اللي موجوده واللي جايه، ان احنا يعني نلحق الحقيقه بتاع حلم الاستاد ان شاء الله. ان شاء الله، لان ده هيبقى يعني شرف وتاريخ لينا وتاريخ للنادي الاهلي. النهارده كميه الضحك بقى اسلام، والمواقف القديمه والمواقف الحديثه، عايز اقول لك خرجتنا، اديتنا شحن جميله. النهارده كل الناس مش عايزه تمشي. يعني كل الناس مش عايزه تروح بصراحه، كله يعني قاعد مستني. يعني شايف الابتسامه على كل النجوم النهارده. والحب والاخلاص والتقارب والاخوه. حاجه جميله. كمان اعضاء مجلس الاداره النهارده كمان موجودين معانا. طبعا احنا برضك عشت عمر مع العمري فاروق وحسام غالي بصراحه، محمد سراج ومحمد سراج الجرحي والحاج تيسير هواري. الحاج تيسير صراحه يعني حاجه جميله، والجرحي فحاجه جميله. طبعا شوبير عمل مجهود كبير جدا النهارده اسلام عشان يجمع كابتن شوبير ده، ربنا يبارك له ويديله الصحه. يعني من الناس اللي كلنا بنحبه، لانه دائما ما يسعى في الخير لكل الناس. حقيقي صراحه يعني، حقيقي. كابتن شطه كمان النهارده عمل دور كبير جدا. كابتن شطه طبعا. عايز اقول لك اسلام، النهارده كل نجم من النجوم دول اتكلم كلمتين، حاجه حاجه تفرح يعني. والله صراحه يعني افتكرته ايام زمان يعني. افتكرنا ايام زمان، وطبعا وشكرنا الكابتن محمود الخطيب، وقلنا له يعني طبعا احنا سعداء جدا ان واحد مننا رئيس النادي ورئيس هذا الصرح الجميل اللي بيشرفنا، بيشرف كل المصريين. عايز اقول لك كمان اسلام، هو اتكلم كلام النهارده، كلام منطقي وكلام جميل جدا. قال لك يا جماعه ما تنسوش النادي الاهلي هو اللي عملنا. ربنا ثم النادي الاهلي. يعني صحيح. الفضل الاول والاخير لربنا سبحانه وتعالى ثم للنادي الاهلي. وبعدين قال انا كمان يمكن ربنا اداني بيكم انتوا. يعني انا بقول التوفيق اللي جالي من خلال ربنا سبحانه وتعالى ثم مساعدتكم ليا. ايوه. فطبعا احنا ردينا عليه قلنا له يا كابتن انت تستاهل كل خير، لانك انت طول عمرك اخ وعزيز، وما عندكش مشاكل مع اي حد، بل بالعكس
يعني الخطيب موجود مع كل الناس اسلام، مش في النادي الاهلي بس، يمكن في جميع الانديه اللي موجوده في مصر كل الناس بتحب الخطيب من خلال طبعا اخلاقه، من خلال احترامه، ومن خلال نجوميته. طبعا النجوميته اللي موجوده في العالم العربي والعالم الافريقي وطبعا بالنسبه لمصر. فيوم يا اسلام زي ما بقول لك يوم من الايام الجميله جدا، واتفقنا ان شاء الله باذن الله هيبقى في سحور في بدايه رمضان ان شاء الله في اهل الجزيره. اهل الجزيره، اهل الجزيره ان شاء الله. وهنكمل المشوار على كده بقى، هيبقى كل شهر ان شاء الله في حته، يعني ممكن مثلا الشهر اللي بعده في الشيخ زايد، ممكن نرجع تاني للتجمع. كابتن مصطفى عبد العارف ان هو تعبان شويه. كابتن مصطفى النهارده طبعا اعتذر لان هو فعلا يعني تغيير الجو اثر عليه بشكل كبير، لكن ان شاء الله هيبقى موجود معنا في العادات اللي جايه باذن الله. هي مجموعه رائعه ومجموعه اساطير زي ما حضراتكم شايفين، حاجه محترمه جدا وحاجه رائعه جدا. كل واحد من الاسماء الكبيره اللي حضراتكم شايفينها دي كان له دور كبير جدا جدا في تاريخ النادي الاهلي الحقيقه، وكلهم يستحقوا الاحترام، وكلهم يستحقوا الادب والاخلاق اللي بنتعلمها منهم، بتخلينا دايما نضعهم في كأساطير كبيرة جدا للنادي الأهلي. وفي نقطة اسلام كمان عايز اقول ان الكابتن يعني لمح ليها النهاردة، قال لك عايزين نتواصل. مهم جدا يا جماعة نتواصل مع الأجيال دي، يعني النهاردة بوجود الأجيال القديمة مع الأجيال الجديدة طبعا. عايزين نعمل ملحمة. صحيح. لأن في برضك من الأجيال الجديدة يعني محتاجه انك انت تتكلم على مبادئ النادي الاهلي، على تاريخ النادي الاهلي. من خلال تواجدكم بقى ومن خلال مثل هذه الزيارات، اعتقد ان مثل هذه الزيارات اكيد يا كابتن هيجي لك ناس يقول لك، هتقول لهم هنبقى قاعدين في اهلي النادي الاهلي في مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس، فهيجوا التجمع الخامس. قاعدين في مقر النادي الاهلي في الجزيره، فهيجوا الجزيره. الناس بتحب، او الشباب حتى دلوقتي بيحب يشوف حضراتكم ويسمع منكم كلامكم المحترم والجميل على اخلاق ومبادئ النادي الاهلي دائما. وعايزين نرجع تاني يا اسلام نساند بقى رجالتنا الحلوين، ابطالنا اللي موجودين حاليا. عايزين نساندهم من خلال التدريبات، من خلال الحديث، من خلال الماتشات. لازم الناس تحس برضك ان في ايه النجوم الكبار دول اللي خدموا فعلا سند ديهم بشكل كبير، تاكد اسلام بيديهم ثقه، بيديهم ثقه ووعي بشكل كبير. فدي هنا كابتن خطيب كان بيشرح لحضراتكم النادي حته حته اسلام صراحه النهارده. صراحه النهارده لفيت النادي، ده مقر النادي الاهلي في التجمع. فقلت له يا كابتن عليها شباب كده واحنا بنتكلم. قلت له يا كابتن محمود النهارده انت عملت لنا فتره اعداد، احنا بقى لنا والله اسلام. طب جايب لكم عربيات اهو. احنا ده بس الاول، لكن بعد كده زي ما انت شايف اهو كميه سلالم يا اسلام النهارده طلعناها. فالنار يا كابتن انت النهارده حضرت، لو احنا نعرف كنا جهزنا لل شورت وتيشيرت. وبعدين خد بالك يا اسلام كان في ناس مننا كانت بتكح، وفي ناس مش قادره تطلع. قلت لها يا كابتن احنا محتاجين بعد كده انابيب باكسجين للناس اللي ورانا. النهارده كان يوم رائع، من ابرز الحاجات اللي واحنا قاعدين بنتفرج كده كابتن اتكلمتوا فيها وانتوا قاعدين، ابرز الذكريات يعني. اتكلمنا بقى على المواقف بقى اللي احنا يعني كل واحد كان ليه موقف في افريقيا، يعني مثلا بالنسبه لرمضان السيد كان احنا كنا في معسكر، كان لسه متجوز يا اسلام واخد بالك، واحنا كنا معسكرين انت عارف كانت في مجاميع، يعني كابتن محمود الخطيب كان عنده مجموعه بيتعسكر عنده هنا في العجوزه، فتحي مبروك ومصطفى عبده وكرامي كابتن خطيب بالظبط. واحنا بقى مجموعتنا كنت انا وحمدي جمعه ورمضان السيد ومختار ومحمد عامر عند كابتن عند مختار في مصر الجديده. فكان رمضان السيد لسه متجوز اوكي وعريس يعني واخد بالك، وقعد معانا 3 ايام 4 ايام، وفجاه قال ايه ده؟ فقلنا احنا اتخضينا، في ايه يا رمضان؟ قالك نسيت مراتي. للدرجه دي؟ والله. وده اللي احنا بنقوله يا كابتن، خلي بالك ما هو عايش معاكم. بالظبط عايش معانا، يعني لدرجه ان هو ساب بيته واخد بالك وساب مراته، لسه عريس جديد يعني واخد بالك، وعايش معانا احنا. فسبحان الله يعني من كتر الحب وكتر الالفه والتالف. فكان مواقف كثيره بشكل كبير طبعا، كل نجم من النجوم دول كان عنده موقف النهارده اتحكى، فعشان كده تلاقي الابتسامه والضحك على وشوش كل النجوم النهارده من خلال المواقف القديمه اللي احنا عشناها ومع بعض اكتر من 40 سنه. طبعا. فطبعا عمر تاني. زياره جميله وزياره محترمه وحاجه جميله جدا جدا. انا بشكر كل النجوم اللي ساهموا النهارده في تواجدهم في هذه الزياره الرائعه الحقيقه، كابتن ماهر وكابتن شطه وكابتن شوبير، كل الناس اللي كانت موجوده الحقيقه وكان لهم دور كبير جدا جدا، دائم وسيظل محفور في جدران النادي الاهلي. اي حاجه هتطلع جديده مقر النادي الاهلي في التجمع
بعد كده ممكن تلاقي نادي مقر النادي الاهلي في مكان اخر. هنا وهنا وهنا الاسماء الجيل اللي حضراتكم شايفينه والاجيال السابقه وما قبله وما بعده هتظل دائما اسمائهم محفوره الحقيقه في كل جدران وكل قلوب جمهور النادي الاهلي. بكره يا كابتن عشان بقى نتكلم عن كره القدم شويه، بكره ان شاء الله عندنا مباراه مهمه جدا جدا مع المقاولين العرب في ظل ظروف صعبه جدا، في ظل ان انت ما بين افريقيا وما بين الدوري كل ثلاث ايام مباراه، وما بين سفر ثاني يوم مسافرين ثاني يوم ان شاء الله يوم الاربع الى جنوب افريقيا لملاقات سان داونز، مباريات صعبه متتاليه ورا بعض. زي ما اتكلمت معاك قبل كده اسلام قلت الرحاله بصراحه لعيبه النادي الاهلي فعلا رحاله يا عيني الله يكون في عونهم. بصراحه دي السنه الثالثه على التوالي محطوطين تحت ضغط وستريس بشكل كبير جدا في البطولات الخمسه اللي بيلعبها النادي الاهلي. ايوه. لكن عايز اقول لك يا اسلام الفتره اللي فاتت ديت يمكن مباراه القطن كانت مباراه يعني غيرت المسار شويه. كنا مهم جدا نكسب ثلاث نقاط لاجل الروح الجماعيه وعوده الروح مره ثانيه زي ما بيقولوا، وثلاث نقاط بيحطونا بقى يعني بتبدا تبعت كده رسائل للفرق الاخرى اذا كان سان داونز ولا الهلال الاهلي قادم. سان داونز سبع نقاط، الهلال سته، النادي الاهلي اربعه. لكن المكسب ده اسلام يعني مؤشر ان شاء الله للمباراه القادمه. الراجل مستر كولر اتكلم على ان كل مباراه هياخدها مباراه كؤوس بالنسبه له الفتره اللي جايه. فهو خلاص قفل الملف الافريقي وهيبدا دلوقتي يفكر في ملف الدوري العام. المقاولين العرب بقياده كابتن شوقي غريب، شوقي من المدربين الاكفاء اللي عندهم خبره بشكل كبير، غير المسار والشكل والوضع اللي كانت عليه المقاولين العرب في خلال السنتين الثلاثه اللي فاتوا. المقاولين كان بيعاني بشكل كبير جدا مع كابتن عماد النحاس. شوقي يمكن بخبرته اختياره لبعض اللعيبه الافارقه، يمكن عنده خمس لعيبه افارقه، والميزه كمان اسلام ان هو بيشارك الافارقه من بدايه المباراه، فدي حاجه برضه بتحسب للكابتن شوقي، وهم يمكن مساعدينه بشكل كبير في النتائج اللي للمقاولين وصل ليها. النهارده المقاولين في المربع، وزي ما التقرير قبل ما اخش واضح ان في منافسه بين النادي الاهلي والمقاولين العرب، انا بسميه ديربي القاهره يعني. أيوة. طول عمرنا احنا والمقاولين واخد بالك في منافسه حتى في الناشئين، حتى في قطاع الناشئين. برافو عليك، حتى في قطاع الناشئين تحس ان في نديه بشكل كبير. طبعا المباراه مش هتبقى سهله. مستر كولر طبعا حالته استشفى بعد مباراه القطن، هيختار الراجل الاستراتيجيه اللي هيلعب بيها المباراه ديت، هيختار التشكيله المناسبه لهذه المباراه. احنا شفنا الراجل بيدور اسلام كل مباراه يمكن بيحاول يغير اربع لعيبه او خمس لعيبه، واحنا كنا بنتكلم على الثبات زمان هو اللي بيدينا الاولويه، لكن طلع الراجل برضك الفكر ده ماشي مع لعبتنا بشكل كبير، انك انت بتلعب في اربع خمس بطولات فيهمك جدا انك انت تريح النجوم على قد ما تقدر. كمان في مشكله اسلام حاجه غريبه، احنا الاصابات يعني الاصابات يعني بدات يعني عارف تنول بعض النجوم من خلال المباريات اذا كانت الافريقيه او المحليه بتاثر علينا بشكل كبير. يعني احنا المباراه اللي فاتت اكتر من ست سبع اصابات كانوش موجودين في التشكيله الاساسيه لمباراه القطن. ان شاء الله باذن الله في مباراه المقاولين نتمنى عوده المصابين ان شاء الله، عشان كمان الراجل انا شايف ان دي البروفه الاخيره قبل لقاء سان داونز. يهمنا جدا في هذه المباراه يا اسلام ان احنا نكسب المباراه ثلاث نقاط. في ناس تقول لك لا يلعب بالصف الثاني، لا يلعب بالاحتياطي، لا يا جماعه خدوا بالكم مهم جدا انك انت في فارق بيننا وبين المنافسين بالنسبه للنقاط، لكن شغلك على المكسب هو ده اللي بيديلك ثقه وبيديلك مؤشر للفرق الاخرى. سان داونز عامل حساب النادي الاهلي بشكل كبير، يعني الناس تقول لك لا المباراه صعبه على النادي الاهلي هناك، سان داونز شفناها فرقه كويسه، لكن سان داونز عامل لك حساب بشكل كبير، قلقان جدا جدا من النادي الاهلي، عارف ان عوده النادي الاهلي مره ثانيه للمنافسه صعب حد يقف قدامه. فمباراه المقاولين ان شاء الله نتمنى اسلام ثلاث نقاط، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نخرج سالمين بدون اصابه
وبعد كده نبدا نستعد لمباراه سان داونز ان شاء الله. اهم ما يميز فريق المقاولين العرب هو الصلابه الدفاعيه يا كابتن ماهر. مع كابتن شوقي بالظبط. ده حاجه من المميزات للنادي المقاولين. وكابتن شوقي طبعا بخبرته اسلام هو عارف بيلاعب مين، يعني هو بيلاعب نادي القرن، بيلاعب نادي بطولات. شوقي يهمه ان هو يؤدي مع النادي الاهلي مباراه متوازنه زي ما انت ذكرت كده، ان جانب الدفاع هياخد حيز كبير جدا من مقاولين العرب. مقاولين العرب عارف النادي الاهلي عنده 3 خطوط متكامله، عنده لعيبه خبره، عنده لعيبه تقدر تجيب هدف في اي وقت، فاكيد يهمه ان هو يقفل الجيم من بدايه المباراه. صعب ان الفرقه اللي بتهاجم او بتغامر في فتح خطوطها على النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده من الخبرات اللي يقدر ان شاء الله يعني ياثر على الفرقه دي بشكل كبير ايجابيا. عايز اقول لك كاسلام كمان، اول تلت ساعه لما النادي الاهلي بيجيب جول بتدي ثقه للجهاز الفني واللعيبه بشكل كبير قوي 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 يعني. واحنا شفنا مباراه القطن الهدفين اللي جم، يمكن الهدف الاولاني بتاع شريف في الدقيقه 53 ثانيه اسرع هدف، طبعا يمكن بركات كان قبليه في النسخه اللي قبل كده ب 42 ثانيه، لكن طبعا شريف هدف جميل جدا. وبعدين القندوسي احمد القندوسي الهدف الدقيقه 40 برضك من مكاسب صفقات النادي الاهلي القندوسي ان شاء الله باذن الله. يعني بعض المحللين بيتكلموا بيقول ان القندوسي ممكن يعوض لنا طبعا نجمنا الكبير ابو تريكه، فنتمنى ان شاء الله باذن الله انه يوصل لمستوى ابو تريكه خلال الفتره القادمه باذن الله. طيب واحنا بنتكلم عن كل هذه الامور، الحقيقه افشى برضو النهارده عيد ميلاده واحد من اهم اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي، وواحد من اللاعبين اللي لهم دور مؤثر جدا خلال هذه الفتره مع النادي الاهلي يا كابتن. بنقول له كل سنه طيب افشى، طبعا عقبال 100 سنه. افشى من اللعيبه الموهوبه بشكل كبير جدا، وطبعا تاثيره على الفريق بصفته ان هو صانع العاب، وكمان يمكن افشى من ضمن الحاجات اللي بتميزه التصويبات اللي من خارج ال 18 حقيقي، الاهداف الجميله اللي بيحققها. نتمنى للافشى ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه. هو بدا يعيد مستواه بشكل كبير، وطبعا زي ما قلت لك مستر كولر بيختار بيعمل توازن، يعني بيلعب لعيبه في الشوط الاولاني ثم الشوط الثاني بيبدا يحصل تغيير بشكل كبير جدا في بعض الاماكن، ومعظمها بتبقى الاماكن الهجوميه. كل سنه وانت طيب يا قفشه، ودايما عقبال 100 سنه. فيديوجراف ونرجع نكمل. كل سنه وانت طيب يا قفشه، ودايما عقبال 100 سنه. كابتن ماهر، فريق المقاولين العرب من الفرق المنظمه تكتيكيا بشكل رائع جدا الحقيقه، سواء من الناحيه الدفاعيه او جوه الملعب. يعني كيف يمكن للنادي الاهلي التغلب على الشكل المنظم الرائع للمقاولين العرب؟ انا في حديثي اتكلمت على المقاولين ان هم في المركز الرابع، هم في المركز السادس اسف يعني يعني اصل نقطه نقطتين مش خسروا المباراه اللي فاتت من فاركو صح. كمان بيقدم 4 مباريات 6 ولا 5 بعد هو كابتن شوقي يعني بيلعب باسلوب بيامن بشكل كبير جدا في بدايه المباراه، بيقرب خطوطه من بعض، عنده صلابه في الدفاع زي ما قلنا، عنده بعض اللعيبه المميزين في نص الملعب والمهاجمين. هو بيعتمد برضك على الحاجات الثابته اسلام، يعني اذا كان في كره ثابته بيقدر يعتمد عليها، كونتر اتاك يبدا من تحت وهو بيدافع يقدر بيعتمد عليها. اكيد بتبقى في درايه بالنسبه للاثنين المدربين. شوقي اكيد الفتره اللي فاتت اتفرج على النادي الاهلي، لان طبعا الاعداد الذهني بقى مهم جدا وتحليل الاداء بقى مهم لكل الفرق. كابتن شوقي بيشوف ايه المميزات اللي موجوده في النادي الاهلي في خلال الفتره اللي فاتت، ازاي يقدر يعني يراقبها وازاي يقدر يضيق عليها. مفاتيح اللعب في النادي الاهلي محتاجه ان هي رقابه. هو ما عندوش غير المساحات، لان هو عنده سرعات بالنسبه للويس ادوار واضح قوي انه واضح قوي انه عنده سرعات في حته الاختراقات، وهو بيلعب جناح فاكيد طبعا هيبقى في حته معلول هتبقى متامنه. حتى لو معلول اتقدم هيبقى في حد موجود مثلا ديانج او حد من نص الملعب او حتى مدافع من المساكين يقدر يميل بشكل كبير جدا، لانه عنده سرعات وبيعتمد عليه كابتن شوقي غريب في نقلات الهجمه من الدفاع للهجوم. محتاج النادي الاهلي برضك يقدر يراقب المفاتيح دي بشكل كبير. عندهم برضك الراجل المساك فاروق ده بيطلع في الكور الثابته طويل القامه
وخلال الفترة اللي فاتت ديت اسلام نضج بشكل كبير من المدافعين اللي بلغة الكرة ثقيلة شوية برضك في الكرات الثابتة محتاجين ان يتراقب بشكل كبير. في نفس الوقت كمان هو عارف كابتن شوقي ان النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين بيتنقل مرحلة الثقة ومرحلة الاجادة في مباراة الدوري العام وطبعا ومباراة القطن بالنسبة لافريقيا. هو الكابتن شوقي يهمه ان هو المباراة ديت لو بيفكر في التعادل او بيفكر ان هو يعني يخطف هدف ممكن يعمل مشكلة بالنسبة للنادي الاهلي. لكن زي ما قلت مستر كولر في اخر قعدة مع اللعيبة طلب منهم كل المباراة اللي جاية مباراة كؤوس، مهم جدا ان احنا نكسب مباراة المقاولين العرب عشان نروح لسان داونز واحنا يعني عندنا ثقة كبيرة جدا بشكل كبير. طيب الفريق النادي الاهلي بيختتم استعداداته استعدادا للمقاولين العرب، تقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة اخرى. اختتم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي استعداداته لمواجهة المقاولون العرب والتي تقام مساء الثلاثاء على استاد الاهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز. ويسعى الأهلي لتحقيق الانتصار أمام المقاولون العرب، حيث يدرك مارسيل كولر المدير الفني صعوبة مواجهة ذئاب الجبل الذي يقدم مستوى مميزا منذ انطلاقة الموسم الجاري تحت قيادة مدربه شوقي غريب. واختتم الأهلي تدريباته مساء الاثنين ودخل الفريق في معسكر مغلق، وحرص مارسيل كولر على فرض حالة من التركيز التام على جميع اللاعبين بعدما عقد اجتماعا معهم داخل أرضية ملعب مختار التتش وطالبهم ببذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق النقاط الثلاث. وتأكدت جاهزية محمد شريف ومحمود عبد المنعم كهربا لخوض لقاء المقاولون العرب بعدما انتظم الثنائي في التدريبات الجماعية، فيما يواصل عمرو السلية وحسين الشحات برنامجهما التأهيلي بعد شكوى الثنائي من الإصابة. وحرص كولر على تجهيز بعض العناصر للدفع بهم في المباراة خصوصا في ظل الإرهاق الذي يعاني منه عدد من اللاعبين بسبب ضغط المباريات والذي نتج عنه أيضا بعض الإصابات داخل صفوف الفريق. وعلى هامش ختام استعدادات الأهلي اجتمع كولر مع الجهاز المعاون لاختيار التشكيل الأنسب وخطة مواجهة المقاولون العرب، خصوصا أنه يسعى للفوز بها وتحقيق الثلاث نقاط للاستمرار في صدارة بطولة الدوري المصري. كما عقد محاضرة للاعبين شرح خلالها خطة المباراة والطريقة التي سيلعب بها الأهلي أمام المقاولون، وطالب المدير الفني لاعبيه بتجنب الأخطاء وعدم ترك مساحات في الخط الخلفي بالإضافة لاستغلال الفرص المتاحة من أجل التسجيل في شباك المنافس. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر، ان شاء الله يعني برضو بكره المباراه صعبه، من وجهه نظرك مين اللي ممكن يكسب بكره في مباراه الاهلي والمقاولين العرب؟ هو التقرير بتاع التمرين ده اسلام بيديلك ثقه. أيوة. وبيديلك جديه على اداء لعيبه اللاعب بصراحه، يعني اللعيبه مركزه بشكل كبير يعني. وطبعا التفاف الجهاز الفني مستر كولر والعلاقه الحميمه اللي بينهم من بعض بتدينا ثقه بشكل كبير بكره باذن الله وجميع المباريات اللي جايه. كابتن اتفضل. عوده الكهرباء كمان مهمه قوي اسلام بصراحه يعني، وشريف يعني شريف يمكن بعد الجول الجميل اللي جابه وبعدين الخبطه اللي وقع معرفش حصل له بطحة ممكن تكون في جنبه اثرت عليه وخرج، كنا نتمنى ان الشيف يكمل يعني. عوده الكهرباء كمان مهم قوي للخط الامامي بصراحه يعني، كهرباء من اللعيبه الجواكر اللي بتقدر تصنع لنا فارق اذا كان من ناحيه الاطراف او من ناحيه راس الحربه او مجيئه من تحت، فكهرباء برضك من اللعيبه الخبره وكمان اسلام ما شاء الله يعني بيعرف يجيب جول يعني بيعرف يهدف بشكل كبير يعني. ايوه زي ما قلت لك الصفقات كمان الجديده الحمد لله يعني اذا كان ماشي بشكل جيد. قوي قوي مروان في نص الملعب حاجه جميله جدا، القندوسي كمان حاله جميله جدا، كنا نتمنى نشوف سافيو بقى خلال الفتره. خالد عبد الفتاح بس يمكن الاصابه يعني حرمته شوية. بعدته شويه، لكن صفقات حتى الولاد الصغيرين اسلام يعني بعد بصراحه مستر كولر لما اداهم الفرصه في الشوط الثاني
عايز اقول لك كمان معلول وكان مفتاح لعب يريح اي حد يعني طبعا. اي حد بيلعب قدام معلول تحس كده عنده فاهم لعبته، فاهم اللعيبه اللي بتلعب قدامه، فاهم عقلياتهم وبتحب ايه. ودي ميزه لما انت تبقى عارف اللعيب ده عايز الكره في رجليه ولا عايزها في مساحه ولا عايزها جنبه. فمعلول برضك من ضمن المفاتيح اللعب اللي بتفرق. محمد عبد المنعم بصراحه قايم بدور كبير جدا، وياسر في الفتره اللي فاتت، محمد هاني ماشي بخطوات جيده، الشناوي بصراحه، اسلام المجموعه ككل يعني. نتمنى ان شاء الله يكون توفيق لينا في مباراه المقاولين العرب. وانا عندي احساس زي ما قلت لك ان فعلا اللعيبه يعني بتحب ان تفرع جماهيرها يعني اللعيبه حاسه بجماهيرها. لما المستوى بيقل بصراحه بيبقوا متعاطفين مع الجماهير، بيبقوا زعلانين ان جمهور النادي الاهلي زعلان طبعا. جمهور النادي الاهلي كمان عنده من الوعي والثقافه انه بيساند اللعيبه دي، لان ياما اللعيبه دي جابت له القاب، وياما اللعيبه دي كسبت له مباريات، وياما اللعيبه دي فرحته بشكل كبير. فان شاء الله باذن الله انا عندي احساس كبير جدا ان بكره باذن الله 3 نقاط للنادي الاهلي اضافه يدونا ثقه لمباراه سان داونز القادمه. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته بكره. كابتن، النهارده برضو النادي المصري بيفوز على طلائع الجيش في الدوري العام المصري، والداخليه بيفوز على غزل المحل. حسام حسن بيأدي اداء مع المصري، في كيمياء واضحه قوي بين حسام حسن والمصري بشكل كبير، هو وابراهيم، وبصراحه عاملين حاله جميله جدا جدا في الفرقه. والمصري بيأدي مباريات مع الكابتن حسام يعني فاهمين بعض. فالخطوات اللي ماشي بيها حسام هتحطه في حته تاني خلال الدوري العام هذا الموسم. الداخليه كمان من الفرق بصراحه عملوا مباراه مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا، 1-1 ب10 لعيبه. علاء عبد العال من المدربين اللي بتعرف تجمع ابنات يا اسلام في الدور الثاني. يعني علاء عنده من الخبرات اللي هو يعرف يجمع ابناط في الدور الثاني. فانا شايف علاء مع بدايته مع الداخليه عامل شغل كبير جدا جدا جدا. فبنحيي طبعا فريق الداخليه، بنحيي علاء عبد العال على المجهود اللي بيتبذل والخبرات اللي اكتسبها. وهو طول عمره يعني في كيمياء بينه وبين الداخليه بشكل كبير من زمان. علاء مع الداخليه هو اول مدرب بيصعد بالداخليه للدوري الممتاز. سعيد الكابتن محمد الحنفي حكما للساحه في مباراه النادي الاهلي بكره، شايفه ازاي؟ الاهلي والمقاولين يعني. محمد برضك من الحكام الواعدين بصراحه. حكم عنده شخصيه، وحكم جريء، وحكم قوي. بنتمنى له التوفيق. يعني الحكام الفتره اللي فاتت يعني كان في كلام كتير جدا على المستوى الاداء. بتمنى الحكام ان هم كمان يفكروا في حته ابعد من كده. يعني كل حكم لازم يجهز نفسه لكل مباراه، يأديها زي اللاعب. يعني الحكم في المباراه دي لازم يبقى فت، يبقى يقظ، يبقى كابتن حنفي حكم ساحه وكابتن صباحي حكم فار. يعني من الحكام طبعا الخبرات اللي موجودين في الدوري الممتاز. نتمنى له التوفيق يا كابتن اسلام في هذه المباراه. مباراه صعبه طبعا، محتاجه طبعا جانب بدني يكون عالي، تركيز من الحكام، قرارات تبقى بالاتفاق طبعا مع الفار. نتمنى ان شاء الله تكون القرارات كلها سليمه في هذه المباراه. وبعد هذه المباراه وبعد هذا الاسبوع سيتم تعيين او تم تعيين بالفعل بريرا كرئيسا للجنه الحكام والتطوير في اتحاد كره القدم. وبالتالي يعني رايك في الاختيار البرتغالي بريرا كحكما او كرئيسا للجنه الحكام؟ احنا من بدايه السنوات اللي فاتت وطلبنا ان احنا لازم يبقى في حكم اجنبي او منسق للحكام في خلال هذه الفتره. بيحصل تطوير يا اسلام بشكل كبير. يعني انا شايف الحكم البرتغالي يعني السي في بتاعه كويس. انا شايف ان الفتره اللي جايه اكيد بيدي جرأة او ثقه للحكام. الاخطاء بتقل بشكل كبير جدا، شخصيه الحكم بتبقى موجوده داخل المباراه، حتى في الالتحامات كنا اللعيب اللي بيتلمس صفاره تبقى بسرعه. دلوقتي خلاص الالتحامات زي افريقيا كده، بيسيب اللعب بيبقى ماشي، ما بيصفرش كتير. فاكيد طبعا وجود حكم برتغالي في خلال هذه الفتره اكيد هنستفاد منه بشكل كبير جدا كمنظومه تحكيم، وكمان يحصل انضباط داخل الملعب.
محتاجين الجرأه ومحتاجين ان الناس اللي على الدكه بره اسلام لازم يكونوا ملتزمين اكتر من كده. يعني مش عايزين بقى الناس تبدا تقوم والاداري واللاعب وده يشوح وده، لا عايزين يبقى في نوع من الانضباط بشكل كبير جدا من بدايه الحكم. وانا شايف بقى يعني لجنه الانضباط كمان يمكن خلال الفتره اللي جايه دي مش هتفوت حاجه، يعني هتحاول على قد ما تقدر اي حد بيخطا هيبقى في عقاب حسب اللائحه وحسب اللجنه. ونتمنى ان شاء الله يبقى يعني كل مباراتنا يبقى فيها الفير بلاي، اللي بيكسب بنقول له مبروك واللي بيخسر بنقول له هارد لك، ونشوف زي اوروبا كده بقى الناس بتسلم على بعض يعني بدايه المباراه واخر المباراه ان شاء الله. بالمناسبه وحضرتك بتتكلم كده اخيرا على اوروبا، امبارح كان محمد صلاح وانجاز كبير ورائع الحقيقه مع ليفربول وفوز على مانشستر يونايتد 7-0. نتيجه كبيره جدا اسلام بصراحه يعني في الدوري الانجليزي يعني صعب قوي يعني، لكن طبعا احنا يهمنا في الاول والاخر محمد صلاح. بالظبط. بصراحه محمد حاجه جميله يعني. صحيح. وكل مادة يعني محمد صلاح بيجتهد اكتر، كل مادة محمد صلاح بيهدف اكتر. النهارده 129 هدف، يعني تاريخ اسلام. ما تقعد تفكر كده لعيب مصري بيسجل 129 هدف في تاريخ الدوري الانجليزي، اكتر لعيب في تاريخ الدوري الانجليزي في 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 نادي ليفربول. فده يعني شرف لمحمد صلاح وشرف لينا احنا كمصريين. نتمنى له التوفيق يا رب، وربنا يبعد عنه الاصابه، ومحتاجين اهداف اكتر كمان ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن ماهر على وجودك معانا. شكرا كابتن اسلام، والف سلام عليك يا حبيبي، نورت البرنامج. ربنا يخليك يا كابتن مصر وحضرتك اللي دايما منور معانا وبنستفيد بوجودك دائما. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن ماهر همام. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل ايمن جلبرتو ومحمود شاكر في ضيافه البيت الكبير.